وعلي علوان، بها عبد الرحمن، الهجوم الثنائي سراجو ومانيش دانجي. في هذه اللحظات اعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية، اطلاق صافرة في وسط الملعب عن طريق بها عبد الرحمن. الكرة تغيير اللعب على الناحية اليمنى، موسى التعمري يحاول فيها، موسى التعمري تراجع فيها الى زميله الظهير الايمن احسان حداد. الكرة العرضية حلوة في اول الفرص في هذه المباراة. هذا هو يزن العماد بكرة عرضية متقنة عن طريق احسان حداد، ولكن يزن العماد يحطها بهدوء، إعادة من أكثر من زاوية، والتسديدة ليست بمستوى الطموح. الكرة عكسية سريعة، كل الاحتمالات واردة للمرة الثانية بنفس الطريقة. اللاعب اللي هو عايش دالان يترك الكرة، وفي المرتين يترك الكرة لمصلحة. هذه الكرة، وهذا هو الخطأ والدفع الواضح عن طريق الأولى، عشر الأولى في هذه المباراة. الهجمات للمنتخب الأردني أغلبها من ناحية اليمين، الكرة الطويلة الرأسية سهلة بيد حارس المرمى ديب كرت على طول، يعني الإشارة بدخول أخصائي العلاج الطبيعي. اصطدام بالرأس بين الاثنين، بين يزن لنعيمان، ارجع علي علوان مرة أخرى، كرة عرضية الرأسية، إكمال الإبعاد، الخطورة، ارتباك دفاعي للنبال، لازالت واستبسال، وايضا تسديده تصطدم. خمسه منتخبات في المركز الثاني. يسرع الاداء، التبريرات يجب ان تكون اسرع، شوف ثلاث اربع لمسات للكره من بعد ذلك تبريره. الان الكره العرضيه الراسيه، وين الراسيه؟ تمر، لازالت احسان حداد، تسديده ولكن بعيده جدا عن مرمى. المنتخب الاردني افضل، يحتاج المنتخب الأردني نوعا ما إلى تنويع هجماته، يعني عندما تلعب أمام فريق متكتل في الدفاع، ولكن تنقطع من أمامه، الكرة طويلة، عبد الله نصيب يرجعها إلى حارس مرمى، ارتباك، لا زالت الكرة إلى خارج أرضي ضد اللاعب، ولا تسلل، ما فيها تسلل، رادة من الدفاع، هنا الخطأ اللي احتسبها الحكم الكوري لمصلحة الحارس يزيد أبو ليلى. في طويلة ما يلحق عليها، تقطع عن طريق عايش دالان، يخطئ فيها منتخب الأردني عند المساحة للتسديد. الله، تسديدة من 25 ياردة تقريبا، تسديدة من 25 ياردة، حضر نفسه واقترب وسدد، حلوة حلوة عن طريق يزن الانعمات، ولكن مرت على مرمى الحارس في أرضية الملعب. إلى موسى التعمري، كرة الأمامية الآن، محمد أبو زريق يبحث عن كرة عرضية، محمد أبو زريق، ولكن استخلاص دفاعي عن طريق المدافع بوجان أبركوتي. خطأ ضد منتخب النيبال، صفارة واضحة وقرار صحيح ضد سيسي هانك، اللاعب اللي واضح، هذا هو سيسي هانك، والعرقلة الواضحة لمصلحة للمنتخب الأردني. نفذ ولكن اتبار إلى جواره في كلام، ولكن الخطورة على المرمى أيضا أفضل، ولكن التسجيل هو الأهم. إحسان حداد، كرة العرضية، الله، ربما التسديدات اللي قبلها يا عم بيد الهدف في مواجهة المرمى عن طريق من؟ عن طريق يزن، لا والله ما هو يزن، هذا علي علوان، علي علوان يقول له هدي. هذا هنا هو الخطأ من محمد أبو حشيش، يبحث عن كرة طويلة في منطقة الجزاء، ممكن يبحث عن كرة ثابتة، يبحث عن خطأ، الكرة العرضية سهلة لحارس المنتخب نيبال،
التنفيذ عن طريق سراج جو المهاجم هو اللي ينفذ. سراج جو ينفذها على الأرض ترجع له مرة ثانية، ما يستغل الكرة الثابتة، يبحث ممكن عن كرة عرضية أيضا يتراجع. يعني عندك فرصة لكرة ثابتة، ليش تتراجع وليش تضيع هذه الفرصة؟ والله ممكن عنده وجهة نظر، يعني لاعبين منتخب النيبال بقصار القامة يبي يعتمد على كرة عالية، يبي يعتمد على كرة بينية قصيرة، يستغل إمكانيات ومهارات فريقه. خطأ لمصلحة المنتخب الأردني. الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، آخر ثلاث دقائق، هل يستطيع المنتخب الأردني أن يريح لاعبينه؟ الآن ركلة جزاء ولا لا؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للجانب من الجماهير الحاضرة، والخطأ موجود والقرار صحيح بوجود الخطأ، ولكن هل كان في تسلل ولا لا؟ الحكم ما حسب تسلل للمنتخب الأردني. ركلة جزاء مري في مواجهة ديب كركي، موسى صاد ديب كركي، صاد ديب كركي وينقذ الموقف تماما ويضيعها المنتخب. ركلة مرمى، الله على التصدي، تصدي رائع، تصدي رهيب من الحارس المميز ديب كركي. والله التسديدة ما هي سهلة من موسى التعمري، ولكن حارس المرمى ديب كركي ويتباس تنتفذ من باع عبد الرحمن. ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل ضايع بعد انتهاء 45 دقيقة كوقت أصلي في شوط المباراة الأول. أقرب للمنتخب الأردني، تنقطع هجوم المرتد السريع، أربعة ضد ثلاثة، استعجال في التمرير، استعجال. عبد الله نصيب خلص، المدرب الكويتي في قيادة منتخب النيبال. لا زالت الخطورة تذهب سهلة في الحارس. ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل ضايع عبد الحولاء. الله الله على ركلة الجزاء، حلوة والله نفذها، يعني ما عليه أي عتب موسى التعمري نفذها. انتهت تقريبا في الوقت المحتسب كبدل ضايع، حكم اللقاء حسب ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، راح منها ثلاث خلاص. نلعب على صفارة حكم اللقاء، نلعب على صفارة في هذه اللحظات. أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية، انتهاء هذه أو الشوط الأول. والتي تقام في دولة الكويت، ويستضيفها على وجه التحديد الأستاذ جابر الأحمد الدولي في هذه المواجهة التي انتهى زمن شوط المباراة الأول منها بالتعادل السلبي 0-0. ركنية للأردن الرأسية عن طريق قلب دفاع المتقدم يزن. ركلة المرمى للأردن في شوط المباراة. الدفاع في الثلث الأخير من الملعب، شوف المرتد السريع، عبد الله نصيب ياخذها بالرأس، لا زالت للمنتخب الأردني. علي أو يزن العرب، الكرة العرضية حلوة والرأسية وين؟ كرة عرضية كانت عن طريق أحمد سعد، متقدم إحسان حداد في طويلة، نظرا لأن المنتخب الأردني يتفوق من الناحية البدنية. مقطوعة، تبريرة بينية حلوة ولكن التغطية ممتازة عن طريق إحسان حداد، يقرأ الكرة صح ويغطي صح للكرة الطويلة، ولكن ديب كركي في التوقيت السليم. حمد أقرب لي النيبال، استلام ومرور والضغط موجود، عبد الله نصيبي خلص، والهجمة العكسية السريعة، هنا الحل في الهجمة المرتدة السريعة، ولكن تبريرة ما هي دقيقة نهائيا، سهلة لحارس المرمى. أقرب لخير الأيسر في
ممتاز. خلاص ابعاد لإحسان حداد. هدوء نسبي ليش دانجي دوران استلام بدوران على الارض يزن العرب محمد دميري غير لعب محمد دميري السلام بشكل جميل انطلاقه ممكن موسى تعمري الله 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 تغطية دفاعية في اللحظة الأخيرة لازالت الخطورة للمنتخب الأردني والتجديد يا الله بدأ حداد إحسان حداد تجديد رهيب ولكن ديب كارتي في الإنقاذ الركنية للمنتخب الأردني والرأسية محمد الدميري هدأ المنتخب قدم الوجه الهجومي والثورة الهجومية هنا التسديدة من إحسان حداد تسديدة رهيبة جدا من إحسان حداد ولكن ديب كركي يا الله على ديب كركي وهذا التصدي أجرى تغييرين والوقت المتبقي 24 دقيقة الوقت المتبقي في هذه المباراة كل الاحتمالات في هذا الوقت المتبقي كل الاحتمالات لاعب ديبالي طايح في أرضية الملعب سلامة اتمنى له سلامة ما آخر الوقت طاح خارج الملعب ممكن هذا العرب تغيير لعب أحمد سمير بشكل جميل حلوة داخل الم... يا سلام يا سلام الله 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 في أول يفك الارتباط والتشابك الكعب وإنهاء جميل استلام والتحضير الله على التحضير يا سلام على التحضير إجوانا في إيداع الكرة في المرمى بشكل جميل جدا أول أهداف المباراة علي علوة الدقيقة 69 من حارس ديل أرك بستة منتخب النيبال الآن الكرة العرضية ولكن الإنقاذ من محمد الدميري تستخلص ما في أي خطأ يذهب للتسديد ولكن التسديدة محمد الدميري مقطوعة في وسط الملعب يا السلام منتخب الأردني بشكل جميل ممكن الآن فتح اللعب على الأطراف يذهب للتسديد والحل الفردي تبار إلى جوار القائم الأيمن ركلة المرمى لمنتخب النيبال هنا الكرة استلمها صح وفتح لنفسه زاوية الرؤية والتسديد موسى التعمري مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس ديب كركي صحيح 100% عبر حكم اللقاء الآن منتخب الأردني خطأ ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأردني وإنذار هو الأول المنتخب النيبالي بدأ يفقد الكرة هنا ركلة الجزاء اللي هو سومان عريال وليس نتيجة المنتخب الأردني خبرة حمزة الدردور يتواجه مع ديب كركي الله ما لها حل هذه المرة من حمزة الدردور يعني المنتخب الأردني هدف للاعب الخبرة حمزة الدردور يسجلها بهدوء بثقة براحة بخبرة حمزة الدردور جميلة في وسط الملعب البديل برنس جورج عايش قالان تنقطع التنفيذ عن طريق جاوثام ينفذها الرأسية خطورة للمرة الأولى ولا دقائق كوقت محتسب بدل الضايع عن طريق حكم اللقاء يعلن عنها الحكم الرابع يعقوب عبد الباقي من سلطنة عمان الشقيقة كرة العرضية محمد الدميري يشيلها سبال وإكمال الإبعاد من البديل داخل وآيوس قالان أكثر من مرة يوقف يترك الكرة ويوقف في أرضية الملعب
كرة الأمامية منتخب الأردني، ولكن المرمى طال لدولة الكويت لهذه التصفيات. والله يعني منتخبنا خسر قبل هذه المباراة أمام منتخب إندونيسيا 2-1، خسارة مؤلمة، ولكن بركة بالشباب والتعويض في القادم من المباريات بإذن الله تعالى. منتخب الأردني ممكن يطلق الصفارة في أي لحظة من لحظات القادمة. في هذه اللحظة أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون جولان ضمن نطاق التصفيات الآسيوية العلوان، في الدقيقة 69 من هذه المباراة أهداف طبعا عن المنتخب الإندونيسي كلهم محمد غريب.